كل مرة كيجري لنا التعليم غادي يكون على 6 شهور. من بعد ماذا دازت دابا وصلنا لدابا تقريبا 2022. دابا باقينا شي آذان ساغية، الأبواب الحوار مسدودة، ما كاينش تواصل، هاد الناس ما بغاوش يسلمونا، ما بغاوش يعطيونا رزقنا، ما بغاوش يديروا معنا حتى شي حل، لا ديور لا الفلوس. ودابا حنا اليوم كنطالبوهم بالفلوس لاسترجاع الأموال، لأن ما كاين حتى شي حاجة اللي داروها معنا هاد الناس وفوا بها، شي كلمة ضغوط عطاوها لينا وفوا بها هاد الناس، ما كايناش. حنا صوتنا دابا وصلناه لجميع تقريبا الجهات، لا منادي لا مجيب، كاين الناس اللي خداو قبل منا التصبيقية، التنسيقية الأولى، كانوا خداو تقريبا شي 40 ولا 50 واحد، والباقي داروا معاهم دي زونكاجمون وما عطاوهمش، ما عندهم دي زونكاجمون مكتوبة وما عطاوهمش نهائيا فلوسهم. والناس دابا حاليا كنا حنا دابا كنطالبوا وبغينا غير فلوسنا، ما بغيناش حنا داك التعويضات، ما بغينا والو، بغينا غير رزقنا، هذا الشيء اللي كنطالبوا. هاد الناس ما بغاوش، كيقول لك سير جري طوالك، سير دير اللي بغيتي، ما دير اللي بان لك ديرو، سير المحكمه، سير حنا واصلين. فعلا بزاف الشكايات تحطت، درنا بزاف الشكايات تحطت، ما عرفناش علاش، علاش كتحطت الشكايات، علاش صوتنا حنا ما كيوصلش، ما عرفناش علاش. استقبلنا السيد باشا باش يعيط المسؤولين على الشركه، فبدا كتجي بينا، كتجي الكوميرسيال، حنا كوميرسيال يعني اش غادي دير لي حنا في المشكل ديالنا؟ هاد الناس باقيين كيتخفى وراء المسؤولين التجاريين ديالهم، اولا ماشي مسؤولين يعني كي على الكوميرسيال اللي كوميرسيو ديالهم كيتخباو وراهم. واش هاد الناس حنا ملي ما هضرنا بغينا طاوله الحوار ما كنلقاوش الحوار، بغينا حلول ما لقيناش الحلول، بغينا تواصل ما لقيناش تواصل، علاش؟ حنا من 2017 حنا مشربين، حنا كارين، حنا كنخليو خدامينا وكنجيو نقصو، حنا تشردنا، حنا ما عرفناش كيفاش غادي نديرو في هاد البلاد صراحة. حقوقنا كنشوفو ما كاينش اللي غادي يسمعنا ولا غادي يجيب يستجيب للنداء ديالنا.